تمشوا اليوم يعني كتسمى تظاهرة فريدة من نوعها لأنها كتعطي القيمة بزاف للمبرمج، لأن حنا مآمنين أن بوغ أفواغ داك ليكوسيستيم النيميريك الرقميات إلا بغيناهم يكونوا مزيان في البلاد، وأن لي ستارت أب المقاولات الناشئة يحققوا تاهما المشاريع ديالهم، لأن كلكم يقدروا يكون عندكم أفكار زوينة، ولكن المقاولات الناشئة دابا تقريبا 90% ديالها أوتوغ ديال التكنولوجيا، فيها التكنولوجيا، يعني إلا ما كان عندكم الفكرة وما كانش هذاك السيد داك لو ديفلوبور ولا الديفلوبور اللي غادي يفهموكم وغادي اكونبانيكم في لا رياليزاسيون، غتبقى هذيك غير فكره على ورق الا كان الورق. دونك حنا هذا ليفينمون يعني كما شفت حتى لا بارتيكولاريتي ديالو فاش جينا، دونك كنحاولوا انسبيريو دونك الناس كاملين هنا في كادير فاش جينا هذا العام شافوا مثلا لا بارتي ديال المعرض ديالنا في كيكونوا لي سبونسور ديالنا وداك الشيء، لقاوها انها ديفيرون، دونك كنحاولوا نديناميزيو يعني شنو هو ماشي جوست دير ان ستوند مي سي كوا لينوفاسيون ديمونتري لي رياليزاسيون لي درتو داكشي. دونك راه شفتوهم اون ا لوفيرتور راه شفتوها توجور زعما دوبي بور انسبيري الناس نبريهم راه حنا معقولين سونس بروندر او سيريو، كيكون عندنا ديما ان شو في لوفيرتور. دونك بحال اللي شفتو اليوم دونك دخلنا بلا بلونش دو سيرف اون افاي اون فيديو لوكال كي تي تورني بار دي زاكتور ديال هنايا اولاد اكادير حتى هما دي جون، لان حتى فاش جينا حنا في ليسبري ديالنا ستارت اب يعني كنحاولوا حتى نوت كولتور ستارت اب كنحاولوا تنديناميزيو ليكو سيستيم. دونك لا ماجوريتي دي بريستاسيون حاولنا قدر الاستطاعه ناخذوها من اكادير بلا ما نجي المشاركه ديالنا. حنا كنساندوا هذا يعني اللقاء المهم في الاقتصاد ديال الرقمنه، وهذا يعني كتنظموا غرفه التجاره والصناعه بتعاون مع جهه سوس مسا وديفوكس اللي جاوا لهذه الدوره الثامنه لاكادير، وعندنا معهم اتفاقيه باش يبقوا 3 سنوات. حنا المهم هذا اللقاء كيهمنا بزاف لان بغينا نديروا الرقمنه ديال الجهه، لا سيما ان بعد الخطاب ديال صاحب الجلاله ديال الذكرى 44 للمسيره الخضراء اللي اليوم جهه سوس مسا اللي في وسط المغرب بغا سيدنا باش تكون قاطره ديال التنميه، والتنميه يعني اليوم لابد ما تكون بالانخراط في التكنولوجيا الرقميه. اليوم راه اليوم بدينا لا سيتي دينوفاسيون داك مدينه الابتكار، وعندنا المشروع ديال التكنو بارك اللي غادي تحل من دابا يعني بعد الاشهر. اذا هذه اراده منا باش يعني يكون تكوين ديال الشباب وتشجيع ديال لي ستارت اب. وكما كتعرفوا مدينه تغازوت اللي هي مدينه معروفه اللي كيجيو لها دي ستارت اب من الخارج اللي كتسموا لي نوماد ديجيتال منذ سنوات، ويعني اكادير يعني الكليما ديالها وكذلك المنطقه ديال السيرف اللي كيحبوا هاد الناس اللي كيديروا اللي كيسيرفيو في الويب كيبغيو يسيرفوا كذلك على لي فاك، اذا عندها جاذبيه لهاد لي ديفلوبور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.